في خطوة غير تقليدية تعكس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية مميزة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. الهدية تضمنت قطيعاً من الخيول الروسية يتكون من 19 حصاناً وخمس أفراس من نوع أرلوف تروتر، وهو سلالة مفضلة لدى كيم. هذه الهدية تأتي بعد عام من تسليم كيم 30 حصاناً من نفس السلالة إلى بوتين في يونيو الماضي. التزم بوتين وكيم بتعزيز التعاون بينهما، حيث قدم كيم بدوره هديتين مميزتين لبوتين كلبين من نوع بونغسان، ما جعل الرئيس الروسي يرد بهدية تضم 447 ماعزا. تبادل الهدايا يعكس تحركات دبلوماسية واستراتيجية غير عادية، حيث تعزز هذه المبادلات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بينما تبرز أهمية الروابط الشخصية بين القادة في توجيه استراتيجياتهم الاقتصادية والسياسية.